كانوا يملكون أيدي قوية ما كانوا يتمكنون أن يصنعوا شيئا، إمبراطوريات ما تمكنت أن تصنع شيئا. فلان الحاكم الجاهل الذي باد انتهى، لا يذكر أصلا اسمه، انتهى لا يذكر إلا باللعنة، راح خلاص. تمكن أن يضعف شعيرة واحدة من الشعائر الحسينية بكل قواه دخل، وكان في وقته حاكما مقتدرا متمكنا في بلد كبير، تمكن أن يضعف. في إحدى السنوات أمر أمرا باتا بمنع كل المجالس الحسينية في بلده الكبير، تمكن، ذهب، انتهى، الآن في نار جهنم، لا يذكر إلا بسوء إلا باللعنة، والشعار الحسينية تصعد. من يتمكن من هذا؟ العلامة الأميني نقلت لكم ما ينقل عنه أنه قال: لو كان المؤمنون يرجعون إلي في التقليد لأوجبت التطبير. لماذا؟ هذا الواجب واجب عقلي. هو ذكر أيضا لأن هذا طريق لحفظ دم سيد الشهداء، الحافظ لدم سيد الشهداء الله عز وجل، أشهد أن دمك سكن في الخلد، الله عز وجل أسكن دم الحسين في الخلد، ليس أنا وأمثالي، ليست الشعار الحسيني، ولكن هذه الطريق من الطرق، والله هو الحافظ. إن باد شيء دم الحسين لا يفنى، كل الشيء كل الأشياء إذا انتهت دم الحسين يبقى، هذا شيء مؤكد، أشهد أن دمك سكن في الخلد. إحدى معاني الخلد الخلود، وإحدى المعاني جنة الخلد، معاني أخرى أيضا. القضية واضحة، القضية بدرجة كبيرة من الأهمية. ثالثا، القضية لا يخاف عليها، إنما كل هذا الإصرار من الفقهاء الكبار ليس خوفا على أن تبيد، على أن تضعف، مستحيل، إنما لشيئين هذا الإصرار من الفقهاء: أولا أداء لواجب، الإنسان مسؤول، وضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك، دم الإمام الحسين في ذمة كل إنسان، ثار الإمام الحسين في ذمة كل إنسان، يعني يجب عليه أن يدافع. يدافع عن ماذا؟ عن جسم الإمام الحسين. الإمام الحسين جسمه صنعوا به ما صنعوا، وهو الآن حسب الروايات الشريفة الصحيحة جسم الأئمة، أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في مكان عالي في الفردوس الأعلى على ما ببالي، أو في عليين، في مكان، حتى أجسامهم، أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك. الدفاع ليس عن جسم الإمام الحسين، الدفاع عن مظلومية الإمام الحسين، الدفاع عن شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأولا هذا الإصرار من الفقهاء أداء لواجب، ثانيا هذا أؤكده، ذكرته ببعض الأوجه والأدلة، ترك الدفاع عن الشعائر الحسينية يوجب نزول البلاء. ذكرت لكم بعض الأوجه سابقا، لا أريد أن أكرر وأعيد، هذا هو وجه الإصرار.